بس حاصف عليهم واحد 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 وش اكتريتم اساميهم عليه، قلت يمكن كاتبين اسم غلط. انا جاي ابحث عن جثه ابني، يعني له 3 شهور كل يوم، يعني لا حتى لا غمضت لي عين ولا سكتت لي دمعه وانا ببحث على ابني. كل انسان يكون له قبر لوحده. تفاجأنا انه الجيش الاسرائيلي مخرج الشهداء كلهم، كل الشهداء مخرجهم من القبور دفناهم فيه، وقام قرب من 1000 شهيد، ومغير الاتواب اللي كانت عليهم اللي دفناهم فيهم، لغايه لقينا انه في اتواب موجوده على الشهداء عليها نجمه اسرائيل، نجمه اسرائيل. طبعا وردتنا بلاغات من قبل المواطنين والاهالي بوجود شهداء مدفونين. قاموا الاهالي والمواطنين والطواقم الطبيه في مستشفى ناصر بدفنهم ومواراتهم الطرفي باحات مستشفى ناصر. اتى الاهالي والمواطنين لاستخراج شهدائهم، لم يجدوه. ابلغونا بانهم لم يجدوا شهدائهم ولم يتم التعرف على اماكن دفن. توجهنا الى المكان، اتينا المكان بطواقمنا وقمنا بالمعدات البسيطه المتاحه لدينا بالتحري ومعرفة وجود الشهداء وأين انتقل الشهداء بشكل عام في المكان. وجدنا أن الاحتلال قام بعمل قبر جماعي. حسب البلاغات الواردة إلينا أن القبر به مئات الشهداء. يعني وردتنا إشارة ب 400 شهيد، وردتنا إشارة ب 300 شهيد،